مضى يعني أكثر من 3 أعوام على تحرير مدينة الموصل و7 أعوام منذ سقوطها، ولحد الآن ما زالت هذه المدينة تعاني في المجالات كافة. ويفترض أن ينظر إلى هذه المدينة بعين التقدير وعين العناية لتعويض أهاليها على ما مر بهم من مآسي ومصائب وويلات وكوارث، وما حل بهذه المدينة من دمار وخراب للبنى التحتية. ولذلك يعني كلنا ننظر إلى هذه الأمور يعني بنظرة الترقب ونظرة الذي يريد لهذه المدينة أن تنهض من جديد. لحد الآن ما زالت الآثار شاخصة، وما زالت المعاناة قائمة، وما حل بهذه المدينة لم يحل بأي مدينة أخرى ربما في التاريخ القريب. نعم. طيب ما بعد عمليات التحرير؟ يعني لا زال الأهالي بنفس المعاناة ونفس الآلام، كيف يمكن في ظل وجود كما يقول الأهالي سياسيين ومسؤولين عنا لا يقومون بواجبهم بشكل صحيح، كيف يمكن أن يتم إعادة ترميم دورهم، منازلهم، محلاتهم في ظل عدم التفاتة حكومية حقيقية لهم؟ نعم، يعني يتصدر ذلك على سبيل المثال ملف التعويضات للدور والمحلات والسيارات وكل ما فقده المواطن الموصلي أثناء تلك الحرب المدمرة. لحد الآن التعويضات، ملف التعويضات ملف خجول، ولم يتقدم خطوة إلى الأمام، وما زالت الناس تنتظر كي ترمم دورها ومحلاتها وكي تعيد بناء هذه المدينة. أيضا هناك ما زال البعض في مخيمات النزوح، لحد الآن لم يعد إلى القرى أو إلى الأماكن التي نزح منها. أيضا هناك ما زال نقص في البنى التحتية في المدينة على مستوى الجسور وعلى مستوى الصحة، المستشفيات، على مستويات عديدة، يعني لم تصل المدينة لحد الآن إلى مستوى مناسب لما يحتاجه المواطن الموصلي. لماذا هذا القصور؟ أكثر من سيد صالح، لماذا هذا القصور الكبير؟ يعني السلطات يعني يبدو أنها غير جادة في معالجة ملف إعمار الموصل. هل هناك اختلاس أموال؟ هل هناك أشخاص غير كفؤ في مناصب يجب أن تكون لصالح المواطن؟ نعم، بالتأكيد الأموال هي العامل الرئيس في إصلاح هذه في إصلاح هذا الخراب وفي تعويض هؤلاء الناس. الحديث عن قلة تخصيصات غير موجود، خصص لهذه المدينة بعد التحرير الكثير من الأموال، ولكن هذه الأموال أين ذهبت؟ يعني ذلك لغز لم يتوصل إليه أحد، كلغز سقوط مدينة الموصل. طبعا الرجل المناسب في المكان المناسب حين يكون المسؤول يعني متخصصا ونزيها و يعني يقوم بدوره بشكل كبير حتى على مستوى مؤسسة، طبعا تنجح هذه المؤسسة وهكذا. نحن لا يعني نشك في وطنية هؤلاء الناس أو في حرصهم على إعادة بناء هذه المدينة، ولكن في الحقيقة على أرض الواقع هناك تلكؤ وهناك يعني عدم تطور في معالجة هذه المسألة. اليوم يعني تقريبا 4 سنوات على التحرير، يعني بدأنا بالسنة، ولكن حد الآن ما زالت هناك معاناة كبيرة للمواطن الموصلي أو لابن نينوى عموما جراء النقص في هذه الخدمات وجراء توفير الأموال للتعويضات. هذا الجيل من الشباب العاطل عن العمل الذي كانت في الموصل هناك مصانع عديدة، كانت هناك مصانع عديدة وبالإمكان إنشاء مصانع أخرى صغيرة تستوعب هؤلاء الشباب
هذه الجيوش الكبيرة من العاطلين عن العمل الذين لم يعد لهم أمل سوى العمل في الدولة. يعني تصور يعمل محاضر مجاني 5 سنوات أو 7 سنوات حتى يحصل بعد ذلك على عقد. نعم. يعني ما لو كان هناك عمل، لو كان هناك مصانع، لو كان هناك اهتمام بهذه الشريحة، ما كانت كل الأنظار تتجه إلى أن هذا الخريج أو هذا العاطل عن العمل يجب. نعم. أن يكون له عمل في الدولة، لأنه لا يمكن للدولة أن تستوعب كل هؤلاء، مثلا على سبيل المثال هؤلاء الخريجين أو هؤلاء الشباب. نعم. العاطلين عن العمل. هناك قطاعات كثيرة يجب أن تنتبه إليها الدولة، وملفات كثيرة كالزراعة، ويعني كما ذكرنا الصناعة، وملفات كثيرة شاملة للحياة في هذه المدينة وفي هذا البلد عموما. لا يجب أن نبقى ننظر إلى جزئيات وإلى معالجات آنية وإلى حلول ترقيعية. يجب أن يكون الحل شامل وجذري لمدينة نكبت هذه النكبة الكبيرة ودمرت هذا الدمار الكبير، وعانى أهلها ما عانوا وما زالوا. يعني إلى الآن الكثير من العوائل والكثير من المعوقين والكثير من المفقودين، ونحن نلتقي يوميا بأناس يعني يرون لك قصص تشيب لها الرؤوس مما حل بهم. نعم، شكرا لك سيد صالح الدين القيادي في تحالف عزم على هذه المشاركة.